هل تعاني من انسداد شرايين القلب والأوعية الدموية؟ الإرهاق والتعب الدائم الذي قد يعرضك لنوبة قلبية؟ هل تعبت من استخدام العديد من الأدوية ولكن دون جدوى؟ إليك الحل، علاج مضمون ذو جودة عالية طبيعي 100%، يحتوي على الحبة السوداء، زهرة الإشينسا، الزنجبيل، زهرة الغبيراء والكركم، ليس له أي أعراض جانبية، حيث أظهرت النتائج أنه يعالج أمراض القلب، ينظم الكوليسترول، يعدل الضغط ونسب السكر في الدم. مرخص من وزارة الصحة وحاصل على شهادة الجودة.